الأحد 23 من شهر فبراير لعام 2020 برج الحمل. مهنياً تبدأ مرحلة جديدة لتأمين مستقبل مزدهر معتمداً على خبرتك، ولكن عليك الابتعاد عن المشاريع الغير مدروسة بشكل جيد. عاطفياً تقف اليوم لحظة صدق مع نفسك، محاولاً تقييم أخطائك السابقة تجاه الطرف الآخر ومعرفة ما تريد منه ومن الحب الذي غير عالمك وواقعك، وتقرر الإخلاص والعطاء والوقوف ضد كل المغريات العاطفية. برج الثور. مهنياً أمامك موضوع حساس يحتاج للحل دون أن تترك أي آثار جانبية، كن هادئاً وتجنب الانفعال وسيكون قرارك صائباً. عاطفياً يتقرب الحبيب أو الشريك منك اليوم، ويتجاوز كل الخلافات السطحية السابقة التي عكرت صفاء علاقتكما، ويفتح قلبه للحب الصافي. برج الجوزاء. مهنياً قد تقع اليوم بخسارة مالية، حاول اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف آثارها معتمداً على خبرتك المهنية. عاطفياً قد تكتشف اليوم عدم وفاء وإخلاص من تحب رغم تضحياتك المتكررة من أجله، وتقرر الاحتفاظ بأحاسيسك وعواطفك وعطائك الغير محدود. برج السرطان. مهنياً تقوم اليوم بنشاطات هامة تقربك كثيراً من أهدافك ومبادئك، وتبدأ بتنفيذ ما آمنت به من أفكار لتحقيق حلمك بالعدالة الاجتماعية. عاطفياً تعيش الانسجام التام في علاقتك العاطفية مع الشريك أو الحبيب، وتميل اليوم إلى الواقعية والابتعاد عن الأحلام الصعبة عن التحقيق. برج الأسد. مهنياً يوم جيد وممتع، حيث تكون في قمة عطائك وتجد أبواب النجاح مفتوحة أمامك، ولكنك تجلس هادئاً وغير مستعد للقيام بأي عمل. عاطفياً تعيش اليوم حالة من الحب المتجدد في ظل علاقة تتجاوز في حلاوتها المألوف مع الحبيب أو الشريك، ويسودها الانسجام والتفاهم المنقطع النظير. برج العذراء. مهنياً تكون اليوم أمام عمل هام وصعب ولا يمكن تأجيله، أعطه الأولوية وتعامل معه بشكل منظم كي تنجح في الاستفادة منه. عاطفياً تعمل المستحيل من أجل وصول حبك إلى بر الأمان وتضحي من أجل ذلك، ابحث عن الأسباب التي أدت إلى ضعفه وأعد تقييم علاقتك العاطفية مع الحبيب أو الشريك، وادرسها جيداً كي تنقذها من الفتور. برج الميزان. مهنياً يوم جميل فيه طموح يقترب من التحقيق، وتطور جيد في المجال المهني، وحل لمشكلة مادية واجهتك مؤخراً. عاطفياً تعيش اليوم مع الحبيب أو الشريك علاقات اجتماعية متميزة وناجحة تساعدكما في تغير نمط حياتكما وجعلها أكثر حيوية. برج العقرب. مهنياً تجد اليوم حولك كثير من التغيرات الغير منطقية، وتكون حائراً في كيفية تحديد موقفك، لا تعاكس التيار وتأقلم مع الواقع. عاطفياً تبحث اليوم عن علاقة عاطفية غير عادية تجيب عن أسئلتك عن مفهوم الحب، وتحاول السيطرة على رغباتك العاطفية، ولكن شيء ما يشدك ويمنعك من استعمال عقلك. كن قوياً ومخلصاً للطرف الآخر. برج القوس. مهنياً تجتاحك الرغبة بالتجديد والتقدم، وتضرب موعداً مع الحظ، وتنجح باتخاذ التدابير اللازمة لتضع كل شيء في مكانه الصحيح. عاطفياً تستيقظ مشاعرك النائمة وتعيش تجربة عاطفية ناجحة، وتغير نظرتك للحب، وتفتح أمامك أبواب التفاؤل بحياة سعيدة مع الطرف الآخر. برج الجدي. مهنياً تسقط اليوم كل الفرضيات التي وضعتها لتحسين وضعك المهني والمادي، ولن ينقذك إلا التعامل مع الظروف بواقعية. عاطفياً قد يطلب منك الشريك أو الحبيب الابتعاد عن المظاهر الفارغة والاهتمام بالجوهر والمضمون الحقيقي للأمور، حتى تستطيع بناء حياتكما على أسس قوية تقود إلى بناء أسرة متميزة. برج الدلو. مهنياً الفرص الجيدة أمامك، ولكنك لا تهتم للاستفادة منها، وتعيش وفق أسلوبك الكلاسيكي الذي تعودت عليه،
وتترك أمورك دون أن تتحكم فيها. عاطفياً، العازب: الحب يجعلك لا تستطيع رؤية الأمور على حقيقتها، كن حذراً وتعامل مع الحبيب بجدية. المتزوج: ربما يكون أمامك اليوم وضع عائلي يتطلب منك الهدوء وعدم التسرع ومعالجته بكل روية وحكمة. برج الحوت: من مواليد هذا البرج في مثل هذا اليوم الفنان حنان مطاوع والفنان حلا شيحة والفنان ياسر فرج والفنان بهاء فروت والفنان شريف خير الله والفنان بشاوي طاهر والفنان علاء عبد الخالق والفنان بدر نوفل ولاعب كرة القدم أحمد حسام ميدو. مهنياً: تشعر اليوم بالنشاط والسعادة لأنك في منتصف الطريق للوصول إلى الهدف الذي عملت الكثير من أجله. عاطفياً: العازب: يولد في قلبك حب قوي لا تستطيع أن تقاومه ويختل التوازن بين العقل والقلب. المتزوج: تعيش مع الشريك حالة وجدانية وعاطفية خاصة تعلمك قيمة وأهمية الحب المتبادل.